ما عمري اذيت شي انسان، المغاربه كاملين كيعرفوني، ما عمري حيرت شي فنان ولا خرجت كنسب شي انسان او كنسب شي واحد، ولكن راه مسوني في شخصي وبنفسي وفي داري. المغاربه كاملين كيعرفوا بانني ما عمري اذيت شي انسان، يعني لو هما خرجوا راه كيدافعوا عليا شخصيا، قدر انني داير في خدمتي وفي ولادي. والله ما عمري اذيت شي حد، وكنقول يا ربي نهار نادي شي حد ياخذني اختي عزيز المقتدر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتتبعوا هذا الفيديو. إذن مرحبا بكم في هذا العدد واللي غنطرقوا فيه بخصوص التهم الخطيرة اللي موجهة للمغنية الحمزاوية بخصوص تزوير وثائق وفيديوهات وأوديوهات اللي هي مفبركة واللي حاولوا أنهم يوضعوها ضد سعيدة شرف كمتهمة رئيسية في الحساب حمزة مومبيبي، واللي جعلت سعيدة شرف إخواني أخواتي اللي كتنهار وكتعيش حالة نفسية صعيبة بعد هاد الصدمة اللي تلقاتها من العصابة الحمزاوية. فكما هو معلوم إخواني أخواتي، المغنية والأخت ديالها مشاو رفعوا شكاية ضد سعيدة شرف، واللي توصلت فعلا بورقة استدعاء والجلسات اللي غتكون يوم 11 من الشهر القادم. فسعيدة شرف بسبب هاد القضية دخلت في نوبة من البكاء بسبب هاد الظلم، فالأكيد المغنية بغات تنتقم من سعيدة شرف اللي قدمت دعوات قضائية ضد الحمزاوية. ولكن إخواني إخواتي، سعيدة شرف مع الشعب المغربي ولم تكن ظالمة مثل هاد الحمزاوية المغرورة. وسعيدة شرف كما هو معلوم لم تشوه صورة المغرب، إنها فعلا سيدة محترمة. فكما هو معلوم كما هو شفتوا في الفيديوهات اللي متقى في مواقع التواصل الاجتماعي وهذيك الخرجة الخطيرة اللي كانت ما بين سيمونة وكذلك المغنية اللي كانوا كيحاولوا أنهم يشوهوا وكذلك يسبوا وكذلك يتنمروا على سعيدة شرف بألفاظ لربما كلكم سمعتها أنه منعتها بالبقرة. فيكفي هذا الكلام اللي هو كلام كيتبت أن المغنية فعلا من العصابة الحمزاوية، فعلا هي من تسير الحساب حمزة مومبيبي. فعلى أين أمام هذه الضجة وهذه المستجدات الخطيرة اللي شناها اليوم وكذلك هذه الخرجة أو هذا الخبر الصادم اللي صراحة كل شيء تصدم، أكيد أن شيئا ما يطبخ في الخفاء. فأنا دائما أتذكر يعني بعض يعني الأشياء اللي ربما أن مسؤول كبير اللي كيحمي هذه المغنية هو اللي قام بطبخ هذا الملف، يعني وحاولوا أنهم يفبركوا بعض الفيديوهات وبعض الوثائق وكذلك الأوديوهات باش يورطوا هاد سعيدة شرف، هاد الإنسانة اللي صراحة راه الله يحسن العوان. السيدة يعني تصدمات بسبب هاد الخبر، ما لقات ما تقول، والشكاية اللي توضعت يعني لدى النيابة العامة بمدينة مراكش يعني باش تبين أن هاد سعيدة شرف عندها يد في هاد الحساب حمزة مومبيبي، وهي اللي قامت بهاد الافعال كامله. كلشي ديك التهم اللي صراحه اللي كانوا المتهمين يعني واللي قامت المحكمه ابتدائيه يعني بالتحقيق مع دوك المتهمين اللي كانوا مستا واللي تحكموا، يعني كل واحد خد الجزاء ديالو بما فيهم الاخت هاد المغنيه اللي حتى دوزت العقوبه ديالها واعترفوا بالمنسوب اليها، وكذلك اعترفوا بهاد المغنيه اللي حتى هي يعني اعترفت يعني شيئا ما يعني بعض التهم، خصوصا ان المحامي ديالها هذيك بو 20 الله يرحمه، يعني صراحه هذاك السيد اللي كان استغل بعض يعني الثغرات باش يلغي عليها بعض التهم اللي كانت هي ثقيله وثقيله جدا، وبالفعل راه نجح يعني في هذاك الامتحان. ولكن السيده راه الان مازال كيحميها مسؤول اخر. ودائما اقول هذا الكلام اخواني اخواتي، ان المغنيه دائما معها واحد مسؤول اللي كيحميها لحدود هاد الساعه. فبالرغم من هاد التهم اللي هي خطيره اللي متورطه فيها هاد المغنيه، فكنتمنوا
يعني الخير يعني السيدة شرف، وكنتمنى انها يعني يوقف معها الله سبحانه وتعالى في هذه المحنه، لان هذه العصابه صراحه عصابه خطيره وخطيره جدا، لاننا دائما يعني ما يمكنش اننا نتفاجئوا، دائما حنا ننتظروا شي حاجه يعني من هذه المغنيه، خصوصا انها دائما كتنتقم باي طريقه، خاصه وان بعض الضحايا لهذا الملف ديال حمزه مومبيبي اللي مازال ما قدروش انهم يرفعوا الشكايه ضد هذه المغنيه خوفا من الانتقام. وهادشي اللي كنشوفوا صراحه للاسف، كنشوفوا هادشي كيجي من هاد الحمزاويه اللي دائما يعني تصور وتجول، يعني وكما كنشوفوا السيده كتحضر المهرجانات، السيده كتحضر الاعراس، الكباريهات، تشطح فرحانه كان لا شيء وقع، يعني ضاربه الدنيا بركله، السيده كتعيش حياتها هاي الان مع العاشق ديالها، وحتى الانباء اللي كتقول انها يعني تمت الخطوبه، يعني السيده صافي دارت المخطط ديالها راه صافي. فعلى اي واحد الخبر اللي هو توصلنا به اخواني اخواتي اللي هو الجديد، يعني واللي صراحه كان صدمه للجميع، وهي عوده يعني الطريق ديالها اللي هو محمد الطرق للمغرب في رساله مباشره لجميع المغاربه، بعد يعني الضجه اللي كان خلقها بسبب يعني انه سب المغاربه، وانه قال انه المغرب عمري ما نجيلو، ولكن هو اعتذر يعني بعد هذه الخرجه في اللايف احدى مواقع التواصل الاجتماعي. فالمهم العوده ديال الترك جاء كذلك بعد واحد الوساطه بين امير خليجي وكذلك المغنيه اللي تنازلات عن الشكايه ديالها ضد هذا الطليق ديالها بخصوص قضيه الخيانه الزوجيه. وكما هو معلوم اخواني اخواتي، السيد راه كان محكوم بواحد 3 أشهر يعني موقوف التنفيذ، يعني ربما انه غيمشي يعطي كفاله ماليه باش ما يتنفذش في حقه هذاك الحكم. كذلك العقد اللي كان كيربط ما بين المغنيه، خصوصا انه كان وكيل الاعمال ديالها. فهذه الزياره الخاطفه والمفاجئه للجميع، فهي جاءت باش يستغل واحد الفرصه اللي هي زياره ورؤيه البنات ديالو بعد ما توسطوا بعض الناس يعني بالعائله ديال المغنيه وكذلك الاصدقاء ديال طليق المغنيه. ففعلا السيد شاف بناته، فعلا السيد يعني عاد رجعت في الروح، لانه كان هذه مده وكيطالب يعني عبر اللايفات اللي كان دائما كيخرج في واحد مواقع التواصل الاجتماعي باش الناس يتوسطوا له من اجل السماح من اجل رؤيه البنات ديالو. فعلا اليوم هذا السيد جا وشاف بناته وعاد باش رجعت فيه الروح. فكنتمنوا اخواني اخواتي ان هذه المغنيه يعني بسبب التعنت ديالها وكتحاول دائما تنتقم من اي واحد، فرجلها حتى هو هاد الطليق ديالها حتى هو ما رحمتوش، اللي هو الاب البنات ديالو ما رحمتوش صراحه. فهاد السيده ربما هاد الحق اللي مازال كتكون داخلها، فهي حاولت كذلك تنتقم من هاد السعيده شرف هاد الانسان الوطنيه الصحراويه اللي ربما هذاك الحقد الدفين الداخل ديالها هو اللي خلى انها تخرج يعني وتنتقم من هذه السيده شرف، وان توضع ضدها يعني شكايه. ربما هذيك الوثائق اللي تم فعلا انها تكون مزوره. فكنتمنوا من التحقيقات تبين الحقيقه ديال هذه العصابه الحمزاويه، لانهم فعلا عصابه كيحاولوا انهم يلفقوا تهم يعني اللي هي خطيره لهاد السيده شرف اللي ما تنازلاتش يعني الشكايه ديالها ضد الحمزاويه. اخواني اخواتي حتى لا اطيل عليكم، نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد. فما تبخلوش لنا باللايكات ديالكم وبارطاجي عندكم لهذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.